بالارض وكاكا بينما يقود هجوم ميلان كالمعتاد ماريو بالوتيلي او كما يحبون ان يلقبوه بسوبر ماريو. تشكيله سيرور في مباراه الليله، الانتر يلعب بهاندانوفيتش كالمعتاد حارس المرمى، الدفاع رانوكيا والتر سامويل رولاندو وجوناثان مع ناغاتومو، وسط الملعب هيرنانديز كامبياسو كوفاجيتش كوفاجيتش عادت بصعه هيرنانديز يلعبها لكامبياسو، مضغوط على كامبياسو التمريره بالخطا ولكن هنالك صاحب الحكم المباراه وخطا لمصلحه كامبياسو، خطا لكامبياسو. بالوتيلي كان ينتظر مثل هذه الكرات، لاحظوا مره اخرى التسديده من خارج منطقه الجزاء ولكن ايضا برده فعل ممتازه من جانب حارس الانتر هاندانوفيتش.